إلى موضوعنا الرئيس مشاهدينا. فضمن مؤتمر تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للحصول على ضمانات لاستقرار العراق وإبعاده عن التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية، اختتمت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مع تأكيد المشاركين من دول الجوار الإقليمي إلى جانب فرنسا في البيان الختامي على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية وبالشكل الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها. على هامش المؤتمر مشاهدينا عقدت عدة اجتماعات ضمت نائب رئيس دولة الإمارات الرئيس محمد بن راشد آل مكتوم مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كما ضم اجتماع آخر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير دولة قطر، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى ألقت جميعها الضوء على جهود مبذولة لكسر الجليد والخلافات بين دول عربية وإقليمية. إذن عن قمة بغداد للتعاون والشراكة وانعكاساتها على الداخل العراقي والدول العربية والإقليمية نستضيف معنا الدكتور باسل حسين الباحث في الشأن العراقي الذي ينضم إلينا من عمان. دكتور باسل صباح النور. صباح الخير ستي، تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. تحياتنا لك. بداية يعني كيف تقيم أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت الذي يشهد الكثير من التغيرات؟ في الواقع هذا المؤتمر مهم جدا. أولا أعاد الضوء على العراق، كان هناك تسليط إعلامي دولي كبير، وأعتقد هذا أمر مهم جدا. أحيانا في السياسة الخارجية وفي العلاقات الدولية ليس المهم نتائج الحوار، أحيانا المهم الجلوس على الطاولة هو الإنجاز. نعم. وبالفعل يعني جمع يعني عدة يعني قيادات، وأحيانا هنالك دول لديها خصام وتقاطعات في طاولة واحدة لم تستطع منظمات إقليمية أو دولية من القيام به، لكنه يعني حكومة السيد كاظمي استطاعت القيام به، وهذا يعني يحسب في حقيقة له من أهم يعني هناك لا شك ملفات فشل بها رئيس الوزراء كاظمي، لكن أهم ملف أنا أعتقد تفوق به ونجح به هو ملف السياسة الخارجية حينما اتخذ مبدأ التوازن الإقليمي والدولي ويعني في علاقات متوازنة مع الجميع، وأعتقد أنه هذه السياسة هي التي مكنت العراق من عقد هذا المؤتمر، إضافة إلى حضور نوعي من قبل الرئيس الفرنسي بصفة دولة. نعم. دولة كبرى وأيضا دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة. وهنا سأسألك عن يعني التمثيل الفرنسي الكبير، ولكن يعني هناك من تحدث عن أنه ما أعلن عن أهداف من هذا المؤتمر هي عناوين بعيدة عن حقيقة الوضع، يعني هناك تحديات أخرى محيطة بالعراق والدول العربية، هناك أمور أخرى يمكن لم يتم الإعلان عنها بشكل كبير، كيف تعلق على كل هذه الأخبار؟ هو بالفعل بالعراق هناك تحديات كبيرة، وأيضا يعني المشاكل أكبر من حتى قدرة العراق، يعني العراق حاول أن ينتقل من أن يكون وسط إلى وسيط، بمعنى أنه بدل من يكون وسط العاصفة يحاول الانتقال أن يكون طرف وسيط بسياسته الخارجية المتوازنة. بعض الأدوات هو يملكها، لكن بالتأكيد بعض الأدوات هو لا يستطيع يعني أن يملكها، وهذا أنا أعتقد يعني واقعية العراق. العراق ليس يعني كدولة قوية، لكنه لأول مرة نشعر أن العراق يأخذ زمام المبادرة، وأنا أعتقد هذا أمر يعني مهم جدا، أنه دائما كان العراق مستقبل ردود الأفعال، الآن حينما ينتقل من استقبال ردود الأفعال إلى أن يكون طرف مبادر، أنا أعتقد هذا أمر شيء إيجابي نستطيع أن نبني عليه مستقبلا، والأهم هو الاستدامة، وهذا يتعلق بنوع الحكومة القادمة التي ستفرزها انتخابات تشرين الأول القادم أكتوبر، وبالتالي هذا هنا أنا أعتقد أس الإشكالية هو في مدى قدرة العراق على خلق الاستدامة، لأن إذا جاءت حكومة مغايرة للتوجهات أو منحازة
أنا أعتقد لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور، ومن هنا تأتي هذه الأهمية. السؤال الجوهري والواقعي هو سؤال الاستدامة، هل يستطيع العراق استدامة هذا الزخم؟ أنه سوف يعني تعاقل هذه يعني المساعي، وهو أمر يعني عهدناه، يعني كان في عهد الرئيس الوزراء المالكي كان هناك انعزال، حينما جاء حيدر العبادي كان هناك انفتاح، حينما أتى يعني عادل عبد المهدي رجعنا إلى فترة الانعزال، ثم نعم. جاء السيد الكاظمي وشهدنا انفتاح، وهذا يعني يدلل أن ليس هنالك لدينا يعني مؤسسات تبنى عليها تراكمية. نعم. ما عندنا في العراق سياسة وزارة، هنالك سياسة وزير، وكل وزير حينما يأتي ربما يتغير، وكل رئيس الحكومة حينما يأتي ربما يغير، أحيانا يغير حتى الأثاث يعني. نعم. طيب يعني دكتور باسل، يعني نقطة الاستدامة وضماناتها مهمة جدا، ودعني هنا أقول لك يعني بأنه القمة بتوضح أنه وكأنه هناك تحرك بقوده الكاظمي من خارج العراق إلى الداخل بمسعى للتأثير بالساحة الداخلية. هل بتعتقد أنه هذا الاجتماع ممكن أنه يؤسس لمجابهة المخاطر الداخلية بالعراق، وبالتالي الاستدامة التي تتحدث عنها؟ يعني أقصد أنه هل هناك فرصة للتحرر من كماشة التدخلات الإيرانية وغيرها بالعراق؟ لا، كانت هناك يعني حقيقة صعوبة. الخطأ البروتوكولي، يقال أنه خطأ بروتوكولي ارتكبه الوزير الخارجي لإيران حينما وقف في الصف الأول في غير مكانه، يعني خرق بروتوكولي. هذه أعتقد كانت رسالة مقصودة من الجانب الإيراني حينما يحاول التصدر على الصورة الأمامية. هذا يعطي أعتقد رسالة واضحة من الإيرانيين أنهم هم يحاولون يكون في صدارة يعني تأثير في الموقع العراقي، على الرغم أنه وزير خارجي ولا يمكن أنه أن يكون مع الزعماء والقادة. وهذا أنا أعتقد ليس خطأ بروتوكولي عن جهل، وكان مساعد وزير خارجي ويعلم جيدا المراسيم سلمته مكانه أين يقف، وبالتالي هو أخطأ بحق زملائه حينما تقدم عليه، أخطأ حينما وقف الصف الأول، أحرج الدولة. هناك من اعتبر هذا الخطأ بأنه بريء، وهناك من اعتبره بأنه مقصود كما تحدث. لا يوجد يعني براءة، هو يعني ليس مستجد، هو يعني موظف قديم في الخارجية ويعرف أصول البروتوكول، وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني هنالك يعني الصدفة. هذا القصدية واضحة جدا والرسالة واضحة جدا أعتقد. نعم. طيب يعني بنتحدث أنا وأنت عن الكاظمي وعن هذا الحراك كله اللي عم بيقوده، كما تحدثت لي بأنه يعني خلافا لكل الحكومات السابقة بالعراق، أنه الكاظمي منفتح أكثر، ويعني حول العراق من دور يعني من دور كان يؤثر بداخله إلى دور الوسيط. ماذا بالنسبة للساسة العراقيين؟ يعني هل ممكن أنه نعتبر أنه أصبح هناك مستوى من النضج السياسي لدى الساسة العراقيين لبقاء العراق بمنطقة الحياد الإيجابي؟ لا، نكون واضحين، هنالك عدة رؤى. أنا أعتقد منطقة ضعف في السياسة الخارجية عدم واحدية صنع القرار، بما أن وحدة صنع القرار ليست يعني على قدم المساواة. صحيح ربما نشهد احنا الفترة الأولى هناك انسجام ما بين الرئاسات على نحو غير مسبوق، لكنه بالتأكيد هنالك رؤى يعني متقاطعة من قبل القيادات السياسية تجاه عدة القضايا. لأن يعني عندنا إشكالية في تعريف العدو، إشكالية في تعريف الصديق، لدينا إشكالية أساسية في من يملك قرار الحرب والسلام. من يملك الآن؟ الميليشيات هي اللي تملك قرار الحرب والسلام، وليست الحكومة في كثير من الأحيان. وبالتالي يعني هذه أنا أعتقد معوقات كبيرة، وأنا أعتقد أنه حتى الانقسام السياسي مقبل على يعني الازدياد والحدة مع قرب نتائج الانتخابات، وإحنا نعلم جيدا أنه في كل المواسم الانتخابية كان هناك الانقسام والصراع الحاد من أجل الحصول على الأصوات الانتخابية. ومن هنا لا يمكن يعني توقع أنه الفترة القادمة ستشهد
يعني التأثير هذا المؤتمر أو ينعكس إيجابا على الداخل العراقي، لأن كل القوى الآن تفكر في الانتخابات وماذا يمكن أن تحقق في هذه الانتخابات وكيف يمكن أن تشكل كتلة نيابية الأكثر عددا. وأعتقد هذا هو يعني الشاغل في القيادات السياسية العراقية. ومن هنا أقول أنه سؤال الاستدامة هو سؤال مهم وواقعي، وينبغي يعني الإقرار به، لأن يعني هنالك تقاطع كبير بالرؤى في الاتجاهات السياسية، وهذه الرؤى سوف تتضح على نحو أكثر واضح بعد الانتخابات، ومن يشكل الحكومة ومن هي الكتلة النيابية الأكثر عددا التي سوف تشكل الحكومة، وما هي رؤاها، سواء أنها ستكون من الجهة الولائية أو جهة مستقلة أو جهة ذاهبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد الصورة ستتضح على نحو أكبر بعد الانتخابات. لكن مهما نكون احنا نفكر في اللحظة الآنية، اللحظة الآنية نقول انه هذا يعني هذه خطوة جيدة ربما يمكن البناء عليها لو توافرت لدينا مؤسسات. نعم مع الأسف العراق لا توجد مؤسسات يمكن البناء عليها، لدينا هياكل، وهذه الهياكل هي ليست مؤسسات بالضرورة. نعم طيب دكتور، يعني لو تحدثنا أنا وأنت عن نقطة التمثيل الفرنسي، فرنسا هي الراعية الرسمية لهذا المؤتمر ومستوى تمثيلها كان قوي، ولكن ما الذي يعنيه هذا التواجد يعني بين وزير الدفاع الفرنسي، وزير الخارجية الفرنسي، إضافة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية؟ إلى ما تعزوه يعني ماكرون اليوم لا يزال باقي لديه زيارات كثيرة، يعني هناك أهداف يعني أكبر من موضوع فقط مؤتمر. بالفعل هناك يعني انغماس فرنسي في الشأن العراقي على نحو غير مسبوق، خاصة في عهد ماكرون، ربما ازدادت يعني بعد الصراع ما بين تركيا و يعني فرنسا. وفرنسا أحيانا تبحث عن مناطق إزعاج لتركيا في هذه المناطق، وحتى يقال أن الرئيس أردوغان حينما علم ب يعني زيارة بمشاركة الرئيس الفرنسي اعتذر عن المشاركة، وتم إرسال وزير الخارجية، وليس في حين كان الرئيس أردوغان كان ينوي الحضور إلى بغداد، لكن حينما علم بقدوم الرئيس الفرنسي يعني ارتأى عدم الحضور. أنا أعتقد أيضا الفرنسيين يفكرون بالتأكيد في المصالح الاقتصادية هنالك في مسألة شراء، كان اهتمامهم الأول حقيقة في مدينة الموصل، وكان هم أيضا حتى يعني مع الفاتيكان في طرح فكرة الإقليم المسيحي في نينوى، تم التراجع عنه، لكنه الفرنسيين يعني أثاروا هذه النقطة، لا سيما بعد احتلال يعني داعش ل يعني الموصل. بالتأكيد لفرنسا تحاول أن تجد موطئ قدم في العراق، لكنه مدى تأثيرها، أنا أعتقد لبنان بقوة تأثيرها على لبنان لم تفعل شيئا، فما بالك في العراق وهي تخطي الخطوات الأولى. أنا أعتقد أنها سوف تحقق الكثير، سيبقى تأثير النفوذ الإيراني الأمريكي هو الأقوى في العراق. تحاول فرنسا اختراق هذا لأن تكون طرف ثالث في هذا الشكل من التنافس. أنا أعتقد أنه يعني لن تستطيع فرنسا أن تتواجد بهذه القوة التي عليها ربما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. طيب دكتور، على هامش هذه القمة كان هناك قمم أخرى ثنائية، القمة الثنائية بين أمير قطر والرئيس المصري، أيضا القمة التي ضمت حاكم دبي مع أمير قطر. أسألك عن دلالات هذه القمة وكيف ستنعكس على طبيعة العلاقات بين تلك البلدان؟ أنا أعتقد كانت هذه الـ يعني الـ هذا المؤتمر فرصة للالتقاء المباشر ما بين الزعامات السياسية وبحث الأمور المشتركة، وربما حتى بعض النقاط اللي تثير ربما أثارت في الزمن الماضي خلافات ومحاولة تجاوزها والوصول إلى اتفاقات جديدة. أنا أعتقد مجرد اللقاءات والتشاور أمر مهم لبدء خطوات لاحقة، وأعتقد
يعني احد الاهداف الرئيسيه اللي حققها يعني مؤتمر الحوار والشراكه تعاون الشراكه هو يعني ايجاد هذه المساحه من اللقاءات المباشره، وكما نعلم جيدا ان اللقاءات المباشره في التفاوض يعني كثير من الثلوج تذوب في مثل هذه اللقاءات، وممكن تجاوز يعني كثير من العقبات. وانا اعتقد ان هذه خطوه مبشره وجيده، وانا اعتقد ربما سنمضي بها الى الامام في هذه الحوارات مع تلك البلدان، وربما سوف تعود المياه الى مجاريها. نعم، طيب ايضا دكتور، يعني لو تحدثنا انا وانت عن حضور السعوديه مع ايران بقمه بغداد للتعاون والشراكه، الى ما يشير؟ هل يعني ذلك ان هناك ربما نوايا لدى هذه الدول لتمهد الطريق لطرح قضايا خلافيه ايضا؟ بالتأكيد، لأنه العراق كان ساحة لالتقاء المفاوضات سعودية إيرانية، ومثل قلت أنه العراق تحول من وسط إلى وسيط، يحاول تقريب وجهات النظر ومحاولة وأد الصراع أو التقليل من حدة الصراع. يدفع العراق، يشعر العراق أنه سوف يدفع يعني ثمنه غاليا، لكن المشكلة الأساسي أنا أعتقد هو في عدم العقلانية الإيرانية. لو تلاحظين حضرتك في زمن صعود محمد خاتمي توصل الجانب الإيراني والسعودي للاتفاقية الأمنية عام 2001، بمعنى أنه المشكلة مو مشكلة عربية في تصوري، المشكلة مشكلة إيرانية. حينما يصعد تيار متشدد يعني ينزوي الحوار ويبرز الصراع، لكن حينما يصعد تيار معتدل أنا أعتقد الحوار يطرح بقوة في الوسط، وبذلك يعني غالبا ما تم تبرز أنياب إيران الثورة في علاقاتها مع الدول العربية على أنياب الدولة أو قفازات الحريرية للدولة التي تمارس مع الغرب لكنه لا تمارس مع الجانب العربي. وأنا أعتقد هذه أس المشكلة بين العلاقات العراقية العربية الإيرانية. أنا أعتقد نحن بحاجة إلى نظام إقليمي تشترك فيه تركيا وإيران ودول الخليج العربي والعراق حتى مصر من أجل ودء هذا الصراع. هذا النظام الإقليمي لو تحقق بقدر كبير من العقلانية لدينا كثير من النقاط المشتركة، لكنه المشكلة الأساسية هو رغبة بعض الدول في إما إنشاء إمبراطوريات أو إنشاء يعني تصدير ثوراتها وراءها، وهذا الأمر لا يمكن القبول فيه. نعم دكتور، ربما سؤالي الأخير عن الدور الإقليمي اللي عم تتحدث عنه، هل تعتقد أنه بتنبع أهميته من انسحاب الولايات المتحدة ربما؟ يعني الولايات المتحدة بعد إشارتها إلى الانسحاب التدريجي والوجود المحدود بمنطقة الشرق الأوسط سواء بأفغانستان أو العراق أو سوريا، ورؤيتها تجاه أزمتي ليبيا واليمن، هل تعتقد أنه بيشير إلى أنه الدور أصبح ملقى على الدول العربية والأطراف الإقليمية لإيجاد حل لمشاكلها الداخلية؟ صحيح، هذا توصيف دقيق وذكي، لأنه سيكون هناك فراغ وينبغي ملء الفراغ. ملء الفراغ لا ينبغي أن يكون بالصراع وإنما بالحوار والتعامل. لو أدركت هذا النظام الإقليمي أو هذه الدول يعني بمجموعها أن الصراع سوف يذهب عقود من التنمية وكثير من الأموال ممكن أن تصرف في مجالات الصحة والتعليم والبناء وإلى آخره، وليس في الصراع والسلاح وسباق التسلح وإلى آخره. المنطقة ليس بحاجة إلى يعني مثل هذه رؤى التسلح أو الصراع إلى آخره. المنطقة بحاجة إلى تنمية، هنالك معدلات نمو سكاني، مشاكل صحية، مشاكل تعليمية. من المفترض أنه يتم توجيه الموارد إلى هذه المجالات لا إلى مجالات سباق تسلح وإلى صراع. سيكون يعني لا أحد يربح من أي حرب أو أي صراع. على الدول تدرك أن التعاون هو الذي سوف يقود إلى الربح، أما أي خيارات أخرى فأعتقد الخسارة ستكون للجميع. نعم، إذا دكتور باسل حسين الباحث في الشأن العراقي كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وعلى المشاركة، شكرا جزيلا لك.
شكرا، أنا سعيد بالمشاركة. شكرا جزيلا. شكرا لك. ومشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الإخبارية الأولى لبرنامج صباح النور. أشكركم على حسن المتابعة، وعودة إلى الزميل أمين الذي سأنضم إليه بعد قليل. إليك يا أمين. شكرا يا هبة، في انتظارك.